في الغد يستعد فريق الهلال ليفتتح مباراته في دور 16 من دوري أبطال آسيا أمام الاستقلال الإيراني. وبعد مشوار محفوف بالمخاطر نجح الهلال في تجاوز مرحلة المجموعات بسجل يحمل 10 نقاط من 3 انتصارات وخسارتين وتعادل وحيد. مواجهة الغد أمام الاستقلال الإيراني هي بمثابة جسر عبور إلى ربع نهائي البطولة القارية اللي حققها الهلال في عام 2019. على ملعب زعبيل وفي مدينة دبي تحديداً يأمل الهلال تصحيح المسار الآسيوي بعد ما شهد الفريق عدة تغييرات بعد مرحلة المجموعات، في مقدمتها التعاقد مع المدرب غارديم واللي أعلن خيارات الآسيوية بضم المحترفين الأربعة في الهجوم بافيتيمبي غوميز وموسى ماريجا، إلى جانب ماتيوس بيريرا في الوسط وجانج هيون سو في الدفاع، مع استبعاد الأرجنتيني فييتو ولاعب المحور الكولومبي كويلار والجناح البيروفي المميز كاريلو لسبب المشاركات القارية. ما ودي أكون سلبي في خيارات المدرب أو في النقاط السلبية اللي أنا ذكرتها عن غارديم، لكن هذه وجهة نظري الفنية. طبعا جانك أكيد ما نختلف، هو اللاعب الآسيوي لابد أن يكون موجود. بيريرا أكيد نتفق معه 100%. هو الاختلاف على ماريجا وغوميز، الهلال يضم عدد كبير من المهاجمين المحليين بالإضافة إلى المحترفين الأجانب، فكنت أفضل واحد منهم يا ماريجا يا غوميز يكون في القائمة الآسيوية، وراح أضم فييتو. ليس جودة عالية من فييتو، لكن فييتو بتحتاج كلاعبين بوسط الملعب، لأن الهلال نشاهده ما عنده أطراف حتى في الدكة، يعني حتى لو افترضنا راح يعتمد على 4-4-2، أوكي راح تعتمد على ناصر مثلاً وسلمان، أو بخيارات المدرب يكون جحفلي وسلمان وبيريرا وسالم، طيب مين الخيار البديل سواء لسالم أو لبيريرا؟ ثلاث جولات من دوري المحترفين لم تظهر الهلال بالصورة المأمولة لعشاقه رغم اشتراكه في الصدارة مع الفيحة. الفوز على الطائي القادم من الأولى من بعد التعاون جاءت كلها في وقت متأخر، ثم جاء التعثر بالتعادل مع الباطن في الجولة الثالثة، ما يتطلب من الهلال تقديم الأداء الفني المأمول أمام الاستقلال لخطف بطاقة التأهل الآسيوية. شاهدنا مثلا غارديم في مباراة ودية في المعسكر لعب جحفلي في أكثر مباراة كمحور ارتكاز محور 6، وكذلك في مباراة التعاون. كوجهة نظر ما أعتقد جحفلي هو اللاعب المناسب إنه ممكن يسد هذا الخلل والنقص الموجود حاليا في الهلال كلاعب رقم 6. ممكن نشوف ناصر الدوسري سلمان الفرج، لكن بشرط أن الهلال يرجع لأسلوبه وهوية واضحة، يلعب كفريق مستحوذ، فريق في تقارب بالخطوط، التمريرات القصيرة بين اللاعبين حاضرة، ويكون فيه تنوع بالحلول. وهذا اللي جمهور الهلال يتأمل أنه يشوف في المباراة بكرة، خاصة أنه الهلال سبق له الفوز على الاستقلال 3 مرات على الصعيد الآسيوي من مجمل 7 مواجهات جمعت الطرفين، وآخرها الفوز بهدف الإيطالي جوفينكو في نسخة عام 2019 ضمن الجولة الرابعة لمرحلة المجموعة.